بهذه الحوارات نستطيع أن نواجه الروايات الغربية لأنها تعتمد على الكذب، بينما نحن حواراتنا تعتمد على الحقيقة، والحقيقة أقوى من الكذب. الكذب مؤقت، أما الحقيقة فهي مستمرة. الشعب في الغرب هو ليس شعبا سيئا، ولكن وسائل الإعلام مع السياسيين متحالفون لكي يجعلوا هذا الشعب جاهل، وبالتالي يمكن أن يقول له أي شيء لكي يصدق أي شيء. في مناطقنا الأمور مختلفة. أولا الحقيقة هامة جدا، نشر الحقيقة. ثانيا الشفافية، الشفافية في طرح المواضيع من قبل السياسيين، من قبل الحكومات، العلاقة المباشرة بين الحكومات والشعوب بالنسبة لأي قضية من قضايا مشاركة الشعوب في حل المشاكل التي تواجه أي وطن، هذا يجعل الحالة الوطنية قوية. لا نستطيع أن ننظر للوضع بروسيا على أنه وضع داخلي، هذا شيء مؤكد. فبالنسبة لنا الشخص الذي أخذ قرار الوقوف ضد الإرهاب في سوريا، بالنسبة لنا له تأثير، وجوده أو غيابه له معنى كبير بالنسبة لنا. مرة أخرى أنا أعبر عن رأي شخصي كي لا يقول أحد بأنني أتدخل أو أحدد نيابة عن الشعب الروسي. بالنسبة للغرب وتحديدا الولايات المتحدة، الرؤساء هم مدراء تنفيذيين ولكنهم ليسوا المالكين. فإذا تحدثت مع الرئيس سوف يعود لمجلس الإدارة لكي يأخذ الرأي والقرار. الأمريكيون سيوجهون عقوبات ضد الرئيس الروسي، وكما أعرف أنكم أيضا تحت عقوبات دول عديدة منذ سنوات عدة. انطلاقا من خبرتكم، ما الذي كنتم ستنصحون رئيسنا به؟ ربما يكون لقائي المقبل مع الرئيس بوتين هو لكي نناقش فيه ماذا نفعل بأرصدتنا في البنوك الأمريكية. هي مشكلة كبيرة، يعني الغرب مضحك وغبي أحيانا. ولكن عندما تكون العقوبات شخصية ضد رئيس الدولة، ما المعنى في هذا؟ هذه أمور رمزية قد تعني الكثير بالنسبة للمواطنين في الغرب، فهم عندما يصدرون مثل هذه القرارات قد يكون هدفها بالدرجة الأولى المواطن الغربي المسكين الذي لا يعرف ما الذي يحصل في العالم، فهو يعتقد بأن الرئيس بوتين اليوم يتعذب، لا ينام الليل بعد هذا القرار. هذه الحقيقة، هم ساذجين إلى درجة كبيرة. أعتقد أنا أتحدث عن مسؤولين طبعا وليس عن الشعوب. إذن عندما وجه زيلينسكي عقوبات شخصية ضدكم، هل انعكس هذا على نومكم الهانئ؟ منذ ذلك الوقت أتعالج نفسيا على كل الأحوال. ولكن في كل الأحوال استطاع إضحاككم بهذا، وهذا جيد. هو بالأساس مهرج، هذا دوره كان قبل الرئاسة ونجح أكثر عندما أصبح رئيسا في هذا الجانب، أي الكوميديا، أكثر من كونه ممثل. العالم العربي أدار وجهه مجددا إلى سوريا لأن سوريا لم توافق على التنازلات ولم تخن نفسها. ما هو الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذا الشيء؟ أول درس، وهو قد يكون الدرس ربما الوحيد الكبير، هناك طبعا دروس كثيرة، ولكن عندما تتمسك بمصالحك الوطنية وبمبادئك فربما تدفع ثمن وتتألم وربما تخسر على المدى القريب، لكن على المدى البعيد سوف تربح، سوف تربح الوحدة الوطنية، ولاحقا لابد أن تتغير الأحوال وتربح كل شيء تطمح إليه. وصفوكم بأنكم ديكتاتور وطاغية، كما وصفوا أيضا فلاديمير بوتين ورئيس الصيني شي جين بينغ، وكذلك القيادة الإيرانية والقيادة الكورية. من هو الطاغية الآن؟ وكيف نحدد أن قادة البلد طغاة أم خدم للشعوب؟ بالنسبة للدول الغربية باعتبار أنه نظام رأسمالي ورأسمالي متوحش، فالدولة موجودة لخدمة الشركات، فلذلك بالنسبة لهم هذا المواطن له حق وحيد، هو أن يذهب إلى صندوق الاقتراع،
هذه هي الديمقراطية. الديمقراطية الغربية ملخصة بصندوق الاقتراع، أي شيء آخر ليس لها قيمة. ولكن بالانتخابات نحن بشكل غير مباشر سنقول لك من تنتخب. أولاً الخيارات نفسها، لا يوجد لديك خيارات كثيرة. ثانياً الإعلام مع الشخصيات المشهورة ستلعب دور مخطط لها، وأنت ستنتخب كما تريد.